توقع وزير التنمية المحلية الأسبق أبو بكر جندي الإعلان عن توصيات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية في جلسات الحوار الوطني، مطالبا بوجود كيان مسؤول عن التغلب على هذه المشكلة مع متابعة نتائج جهود هذا الكيان. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. أنا أنتظر من الحوار أن يكون الاقتراب لهذه المشكلة ومواجهة الأسس الأساسية اللي فيها على الواقع وعلى الأرض، هو ده الاختلاف اللي أنا منتظره. لأن أنت زي ما قلت لحضرتك كل الاستراتيجيات دي وصفت المشكلة وأبدت أسبابها وأبدت وسائل الحل، لكن دايما ما كانش بيبقى فيه تمويل كافي ولا إرادة كافية ولا عمل واقعي على الأرض ولا متابعة ولا كيان مسؤول نقدر نحاسبه في المتابعة والنتائج.